بس منافسة غريبة، يعني زي ما انت بتقول يعني الواحد كان متوقع حاجة وبعدين الأمور اتشقلبت تماما، فده راجع لإيه برضه؟ بص احنا يعني أي مشجع لميلان عارف إن احنا مش هنكمل، أنا مشجع ميلان، أنا ميلانيست أساسا، فاحنا عارفين إن احنا مش هنكمل. تلاقيك حزين بقى الفترة أنا دي، حزين جدا عشان خروجه من دوري الأبطال بصفة خاصة. هنرجع لدوري الأبطال طبعا، وده كان متوقع جدا، ومتوقع إن الميلان ما يكملش في صدارة الدوري. الميلان هدفه الاساسي دلوقتي ان هو يتواجد ضمن الاربعه الكبار اللي هم الاربع مقاعد المؤهله ميلان لحد دلوقتي ان هو يتاهل الى الدوري، دوري الابطال في نسخ متعاقبه، ده الهدف الاساسي عشان يعلي القيمه السوقيه بتاعته طبعا. عشان يقدر يجيب صفقات اعلى والكلام ده كله طبعا. بس ان هو ينزل في جدول الترتيب ده طبيعي جدا، لانه ما عندوش الدكه اللي تسمح له ان هو يكمل منافسات الدوري لحد اخرها. على غرار مثلا انتر ميلان، انتر ميلان عنده فرقه بره وفرقه جوه، لما هيحتاج في حد، احنا دلوقتي بنتكلم عن المهاجم الرئيسي بتاع اي سي ميلان، وده من ضمن الارقام القياسيه كنت عايز اقولها، هو زلاتان ابراهيموفيتش امبارح اول امبارح بيدخل الهدف رقم 300 على مستوى الدوريات فقط. وباي ذا واي هو الثالث اعلى لاعب في تاريخ كره القدم احراز للاهداف على مستوى الدوري بعد كريستيانو رونالدو طبعا، وبعد ليونيل ميسي. كريستيانو رونالدو 484، ليونيل ميسي 475، زلاتان ابراهيموفيتش 300، ثالث اعلى لاعب في التاريخ على مستوى الدوريات. ولكن هو لاعب عنده 40 سنه ملوش بديل على الدكه، وارد جدا ان هو هيتصاب، وارد جدا ان هو هيغيب كثير من المباريات عن الميلان، فبالتالي ميلان ما عندوش البديل الجاهز اللي يقدر ينزل يعمل الفارق. فعشان كده طبيعي جدا ان الميلان ينزل. الهدف دلوقتي بالنسبه لاس ميلان غير الانديه الثانيه، انتر ميلان بينافس على الدوري، نابولي بينافس على الدوري، يوفي عايز يرجع تاني ينافس على الدوري، تعادل مع لاتسي 1-1، ولكن يوفي يظل يوفي، قيمه كبيره جدا في الدوري الايطالي. ميلان لا، الهدف الاساسي لميلان هو البقاء من ضمن الاربعه الكبار عشان يتواجد مره اخرى ضمن فرق الشامبيونز ليج او دوري ابطال اوروبا. كويس، دي نظره سريعه عن الدوري الايطالي.